السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي احنا في برنامج تينكركاد، اقول انا عايز مثلا بوكس وعايز سلندر وعايز سفير بالشكل دوت. اجي هنا الاقي حاجة اسمها برسبكتيف فيو. بالحق ده البرسبكتيف فيو ده كده اللي هي الرؤية الطبيعية، ما بتلاقيش المقاسات زي بعض، بالعكس الحاجة اللي قريبة منك بتبقى صغيرة، الحاجة اللي بعيدة عنك بتبقى كبيرة. لما ترجعها لعالي هتلاقي ان كلهم زي بعض. ده كده احنا موجودين في الاورثوجرافيك والبرسبكتيف. طيب لما تيجي تعمل سيلكت على اي عنصر بيبدا يجيب لك الخصائص بتاعته اسطوري وكده. ممكن تعمل سيلكت على دوت هيقول لك اللينس والويدث والهاي، تقدر تعدل فيهم زي ما انت عايز الشكل ده. بس ممكن تعمل عليه سيلكت وتبدا تشوف عدد السلايد اللي موجوده والسيجمنت اللي موجوده. تقدر تتحكم في الجريد اللي هنا، تقول له ادي الجريد، وتحكم في هل هيبقى بالمليمتر ولا بالانش ولا بريكس. البريست تقدر تختار 3D 20 على أساس تتحكم في المسافات اللي بينهم. الويدث والهاي قد ايه، ممكن تخلي مثلا ده 5 مثلا 500 وده 500، حط الجريد تبقى بالشكل دوت اهوت. ده المسافات ممكن تقول له مثلا دوت يكبر بشكل دوت يصغر قصدي. وهنا السناب جريد تمام، يعمل سناب مع ايه، ممكن تحدد اوف او ما يعملش سناب مع الجريد، او يعمل سناب مع حاجة من الحاجات الموجودة هنا.